الكاتب الصحفي او الرسام الكاريكاتير طبعا الساخر الجميل الله يرحمه مصطفى حسين، بعد صراع طويل مع المرض توفى لرحمة الله النهارده عن عمر 79 سنه. مصطفى حسين كان اجرى جراحه دقيقه لازاله ورم سرطاني في الولايات المتحده الامريكيه قبل عودته للقاهره مؤخرا، وكان بيخضع للعلاج الكيميائي من وقت للتاني هناك. طبعا الراحل مين فينا طبعا يعني مش عارف وفاكر الشخصيات، وكان دايما يفتح الجورنال علشان يشوف كمبورة، عبد مشتاق، فلاح كفر الهندوة، عزيز بي، يعني كتير كتير كده من الشخصيات اللي كان دايما، خصوصا الشخصية اللي يعني انه الفلاح البسيط اللي بيعاني مع كل الحكومات، كل حكومة وكل رئيس وزراء يجي تلاقي الفلاح ده قد ايه بوطنيته وقد ايه هو بيعاني، لكن في نفس الوقت بالطريقة الجميلة وبالطريقة الساخرة كده بتوصل المعاناة وبنبقى مستنيين الحل والعلاج. نتابع تقرير عن رسام الكاريكاتير الراحل كبير مصطفى حسين. مصطفى حسين الذي توفي عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض هو رسام كاريكاتير مصري شهير، ولد في 7 مارس من عام 1935، وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير في عام 1959. فلاح كفر الهندوة، بدأ حياته الصحفية بدار الهلال في عام 1952، وفي عام 1956 عمل رساما بالكاريكاتير بصحيفة المساء وظل بها حتى عام 1963، ثم انتقل للعمل بصحيفة أخبار اليوم ومجلة آخر ساعة، ومنذ عام 1974 وهو مستمر في العمل بصحيفة الأخبار. مصطفى حسين حصل على العديد من الجوائز التي من بينها جائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة ونوط الامتياز من الطبقة الأولى في عام 1985. شخصيات كاريكاتيرية أبداها مصطفى حسين، كان أشهرها فلاح كفر الهندوة الذي اعتبره كثيرون تطورا مهما في الكاريكاتير السياسي في الصحافة العربية، خاصة بعد شهرة فلاح كفر الهندوة بأحاديثه للرئيس المخلوع مبارك والحكومة، بالإضافة إلى كاريكاتير شخصيات عدة مثل عزيز بيك الأليط وكمبورة وعبد الروتين وأسلوب حياة، كما قدم العديد من رسوم كتب الأطفال في مصر والعالم العربي، وصمم أفيش الدورة 26 بالمهرجان السينمائي الدولي عن مدينة الإسكندرية كعاصمة للسياحة العربية هذا العام.